عودة مرة أخرى لضيفنا الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. ضيفي الكريم، نرحب بك معنا عبر شاشة التلفزيون المصري. تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. ضيفي الكريم، لعلك تابعت معنا خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى شعبه ومطالبته إياهم بالتوجه إلى مراكز التعبئة لكل ما لديه خبرة في العمل العسكري، وأيضا طالب بنزول المواطنين الروس والأوكرانيين المتحدثين بالروسية إلى الشارع لرفض هذا الهجوم. بوجه عام، كيف تتابع الأحداث منذ فجر اليوم؟ يعني هذه المسألة يعني في الواقع هي مسألة كاشفة للأزمة من بدايتها وعدم إدارتها بكفاءة. ذلك أن الولايات المتحدة أو أوروبا أو الناتو كان من المفروض أن يكون مواقفهم يعني سابقة مبكرة، لقاءات يعني منذ شهور خلت أو حتى سنين. كانت الأزمة من 2014، كان من الممكن يعني التقارب وإعطاء الروس الضمانات الكافية أو التطمينات اللازمة والوافرة، أو فكرة العدول عن موضوع الأوبن دور أو الباب المفتوح لدخول أوكرانيا أو جورجيا للناتو. كل هذه الضمانات كانت ستكون بمثابة يعني نزع فتيل الأزمة ما بين الناتو وما بين روسيا الاتحادية. المسألة والمشكلة ليست في أوكرانيا، المشكلة هي المواجهة المباشرة الآن ما بين يعني الناتو وروسيا الاتحادية، والضحية هي أوكرانيا. ولكن أتصور أن يعني كل هذه المتابعات في النهاية لن تكون هناك حرب عالمية أخيرة، لأنها كلها قوى نووية تمتلك يعني ترسانات نووية تستطيع أن تدمر هذا الكوكب يعني عشرات المرات. إذن يعني الأمر مستبعد تماما فيما يتعلق بمواجهة مباشرة بحرب مفتوحة ما بين هذه القوى النووية. أيضا يعني فكرة الولوج والاحتماء بمجلس الأمن، حق الفيتو أو حق النقد ستستخدمه روسيا صاحبة المشكلة، أيضا ستمارسه الصين وهي يعني حليف قوي لروسيا في تشكيل يعني هذا العالم أو النظام العالمي الجديد. إذن الأمر سيتمحور عند فقط ورقة العقوبات الاقتصادية، وهذه العقوبات الاقتصادية يعني لم تنفع في عندما ضمت روسيا الاتحادية شبه جزيرة القرم في 2014، لم تنفع أيضا يعني ولا مع كوريا الشمالية ولا مع إيران ولا مع الصين. فأتصور أن يعني الآن يعني الآسيويين سيهيلون التراب على رؤوس الأوروبيين والعم سام فيما يتعلق بهذه الورقة التي لم تصبح ذات فاعلية أو كفاءة أو ذات قيمة، بل بالعكس إنها بتعطي مزيدا من الزخم، إنها بتوحد الشعوب التي تمارس ضدها هذه العقوبات وإلى غير ذلك من أمور. في النهاية يعني أمريكا بهذه السياسات هي يعني سياسات تذكرنا، مع أنها يعني سيدة العالم وأكبر قوة استراتيجية، ولكنها تذكرنا يعني بأعراض خرف الشيخوخة السياسية في عالم العلاقات الدولية، لأنه ذلك التخبط وذلك الترنح وعدم الوضوح وعدم المصداقية مع الحلفاء قبل الخصوم، كانت هذه هي يعني هي النتائج. نعم. نتائجه لا شك في ذلك. إذا لا أحد لم يستطيع. نعم. استخدام لح النووي، وأيضا المجلس الأمن الثاني لن يكون مجديا أو فاعلا في مثل. نعم. هكذا قضية. نعم. والأمر تمحور حول فرض العقوبات. نعم. الأستاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.